ملي احنا ودنا بالطلعه صح؟ هلا يا كتب شوقي يا لوسي بنت توتي. لا توتي بنت لوسي ما تقدر عفان كرشها كرش فقرة الشيبان دخلت علينا في ذمتك طلت علينا او كان عليك كم على مايك ما الله لوسي دورك دموع عيونك يا ويلي يا لوسي ترى يا لوسي ترى خالد حزين ويبي شوفس تعالي يا لوسي ترى خالد حزين ويبي شوفس تعالي لخالد يا بني تعال الآن اسمعي كلام نواف يا لوسي تعالي شوي يا لوسي تعالي شوي ظهر يدك الزعفران يا تقول انت خدك كبير يا هباس خدك كبير يلا بداها يا هباس وأجهك دايما كبرت جركل مكانك ما هو هنا في نادي مانشستر سيتي في نادي وقت اللي يا جوي هم بدوا صح يلا 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 يا نهم لا والله اصبر دقيقة بس بختار لهجة أنا ساكت لا والله العموم اني على الصدام ايش دخلني؟ ها زايد انا اسمع كرش كل خدك ولا عشان فتيله ايش يا كبر الخد كبره اختار يا رسول